بالنسبة للموسم اللي فات عندنا كمان ومحضر لنا حاجات للصفقات الجديدة. طبعا بالضبط. رضا سليم لاعب الجيش الملكي الجناح اليمين وجناح شمال، عندنا كمان إمام عاشور لاعب خط الوسط. إحصائياتهم وأرقامهم إيه؟ أنت شايف هذه الصفقات من النواحي الفنية ومن النواحي الرقمية إزاي؟ طبعا بنرحب طبعا برضا سليم طبعا، وباذن الله يكون اضافه ويبقى ليه طبعا دور ايجابي مع فريق النادي الاهلي. طبعا لو بصينا على البروفايل بتاعه هنلاقي طبعا هو لعيب 23 سنه، طبعا طوله 176 سم، بيلعب بالقدم اليمنى، حقق ثلاث بطولات منهم بطولتين مع الجيش الملكي. والنقطه طبعا هو 23 سنه على الرغم من صغر سنه، ولكن هو كان ليه شخصيه البطل مع فريق الجيش الملكي وقدر ازاي في المباراه النهائيه انه يكون ليه دور في تتويج الجيش الملكي ببطوله الدوري المغربي. طبعا هو محقق 11 هدف ويعتبر هو هداف فريق الجيش الملكي وتاني هدافي الفريق اسف الدوري المغربي بالظبط، بعد طبعا المهاجم الوداد ب 13 هدف. فعلى الرغم من صغر سنه ولكن هو عنده شخصيه البطل، فدي نقطه مهمه جدا ظهرت بشكل كبير خلال طبعا انه هداف الفريق. خلي بالك هو كمان الجيش الملكي ما خدش الدوري بقاله فترات طويله بالظبط، هو ساهم طبعا بتتويج الجيش الملكي بالدوري المغربي. صحيح. طبعا خلال الدوري المغربي هو لعب 28 مباراة أهدافه 11، طبعا هو الأكثر خلال الفريق الجيش الملكي. صناعة الأهداف 10، يعني بنقول مساهم في 21 هدف على الرغم أنه هو 23 سنة. فطبعا لعيب عنده شخصية البطل، هيكون إن شاء الله إضافة لفريق النادي الأهلي. الكرات البينية طبعا برضو دي مهمة جدا، يعتبر هو الثاني ترتيبه على فريق الجيش الملكي 29 كرة بينية، العرضيات 94 ترتيبه الثالث، المراوغات 116 ترتيبه الثالث. فبنتكلم على لعيب من الناحية الهجومية هيكون إضافة كبيرة لفريق النادي الأهلي بإذن الله. وبرضه ممكن نستعرض حتى النواحي الدفاعية بيقوم بيها بشكل جيد يعني. بالظبط يعني بالظبط. رضا من الأجنحة اللي بترجع تساعد بشكل كبير إذا كان ناحية اليمين أو ناحية الشمال. بالظبط. يا ريت نستعرض برضه الخريطة الحرارية بتاعته، نشوف مهم. تمركزه فين جوه الملعب خلال طبعا جميع المباريات اللي لعبها مع الجيش الملكي، ودي هتدينا مؤشر إن هو خلال إن زي ما بنقول إن الأهلي بيلعب بالهاي بريس بتاعه، هنلاقي طبعا تمركزه ناحية اليمين ودايما عنده الناحيه الهجوميه واضحه قوي. طيب الناحيه الدفاعيه هتكون فين؟ برضو مهمه. لو الاهلي بيلعب بالهاي بريس هنلاقي ان الاهلي هيستفيد منه انه يقطع الكره في منتصف ملعب الخصم. الضغط العالي بيقدر يستخلص الكره في الثلث الدفاعي بالنسبه للفريق المنافس. بالظبط، ودي هتبقى ليها نقطه ان انت ما تمثلش خطوره على فريقك في نص صحيح. ملعبك. بالظبط، عشان كده هو مميز برضو في نقطه مهمه جدا، هو مميز عنده دقه وحساسيه كبيره جدا في الكرات البينيه بتاعته وفي التصويبات. يعني لو استعرضنا الهدف بتاعه في الجيش الملكي هنلاقي ان هو بيشوط الكره حتى وبيكون في حساسيه كبيره قوي يعني.